حياكم الله إلى معكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أدرجت هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية العراق ضمن قائمتها السوداء التي تضم الدول والأقاليم التي لا تتبادل المعلومات الضريبية مع روسيا. واعتبارا من يوم الأحد دخلت القائمة الجديدة لهيئة الضرائب الفيدرالية الروسية حيز التنفيذ، حيث تشمل القائمة 89 دولة و16 إقليما، فيما تم إدراج العراق والأردن واليمن وسلطنة عمان وفلسطين وتونس وموريتانيا والسودان والصومال ضمنها، بينما تم استبعاد البحرين من القائمة. قال عضو لجنة المالية النيابية محمد نوري إن موازنة العام 2023 ستكون كسابقاتها، مستبعداً إجراء أي تغيير حقيقي على مسودة مشروع قانونها التي من المقرر التصويت عليها من قبل الحكومة وإرسالها للبرلمان للتصديق عليها خلال الأيام المقبلة. وقال نوري إن مسودة موازنة العام 2023 تشبه إلى حد ما الموازنات السابقة، ولا يوجد أي تحديث أو رؤية اقتصادية وفق الوفرة المالية. ونوه إلى أن وزارة المالية حسبت سعر برميل النفط ب 65 دولارا، وأن المبلغ الإجمالي لقانون الموازنة قد يتجاوز 180 تريليون دينار. قالت مصادر قضائية إن شركة العقيق الكويتية رفعت دعوى قضائية ضد محافظ النجف ماجد الوائلي بشأن مستحقاتها المالية مقابل استثمارها السابق للمطار الدولي بالمحافظة. وأضافت المصادر أن محكمة استئناف بغداد الكرخ حددت يوم 15 من شهر كانون الثاني المقبل موعدا للمرافعة في الدعوة، داعية المحافظة إلى الحضور أمام المحكمة في الموعد، وعند عدم حضوره أو إرسال وكيل عنه فسوف تتم المرافعة غيابيا بحسب المصادر. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت نحو 300 ألف برميل يومياً. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5,580,000 برميل يومياً، مرتفعاً بمقدار 659,000 برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4,921 برميلاً يومياً. أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي أن العراق وثلاث دول خليجية استحوذت على 78% من إجمالي الصادرات النفطية للدول العربية خلال عام 2021، حيث احتل العراق المرتبة الثانية عربياً في الاحتياطات المؤكدة من النفط الخام. ونوه التقرير إلى أن أكثر من 92% من الاحتياطات المؤكدة من النفط الخام عربياً تتركز في خمس دول، هي السعودية، تلها العراق بأكثر من 20%، وأن احتياطات الدول العربية شكلت أكثر من 55% من الاحتياطات النفطية العالمية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.